للتعليق على البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجيش العراقي، ينضم إلينا الدكتور ثامر العنواني مقرر القسم السياسي في الهيئة عبر الهاتف من عمان. مرحبا بك دكتور ثامر العلواني. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجيش العراقي. بداية، كيف تنظرون إلى هذه المناسبة؟ حياكم الله أخي الكريم. معلوم تماما أن الجيش العراقي الباسل على مدار سنوات أو عقود طويلة دافع عن العراق وعن سيادة العراق وعن أمن العراق، وكان له الشرف في أن يشارك في معركة فلسطين وتحرير فلسطين في معركة 48. فكان الجيش العراقي من أقوى الجيوش المنطقة، من أقوى الجيوش العربية والإسلامية. كان الجيش العراقي مشارك في كل الحروب التي العدوانية التي تعرضت لها الأمة العربية والإسلامية، فدافع عن فلسطين ودافع عن مصر وشارك ودافع عن سوريا، وأيضا توجد رفات شهدائه الأبرار في فلسطين وفي مصر وفي الأردن. فهذا يدل على أن الجيش العراقي الباسل الذي حله الاحتلال الأمريكي كان جيشا وطنيا يتمتع بالعقيدة الوطنية التي همها هو سيادة الوطن والدفاع عن أرضه وحماية سوره من الأعداء. طيب دكتور ثامر، كيف يعني تصف دور الجيش العراقي السابق الذي سطر أروع البطولات للذود عن الوطن وحتى للذود عن الأمتين العربية والإسلامية يعني خلال تلك المرحلة التي مضت؟ حقيقة الجيش العراقي كان جيشا وطنيا دافع هذا الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وعن العراق في معاركه، خصوصا ضد 8 سنوات ضد الإيران، ضد الهجمة الإيرانية التي أجبر العراق على الدخول في هذه الخوض في هذه الحرب التي استمرت 8 سنوات. كان جيشا يدافع عن أرضه، كان جيشا يحمي سور وطنه، كان جيشا يدافع عن الأمة الإسلامية. الهيئة اليوم في بيانها أكدت على أن دور الجيش العراقي في السنوات الماضية قبل أن يحله الاحتلال الأمريكي كان وطنيا، كان جيشا مشرقا في مواقفه، في ثباته على مبادئه الوطنية والعربية والإسلامية. بطبيعة الحال كل جيش في أي دولة له مهمة عامة ومهمة خاصة ويعتمد على أسس ومعايير. طبعا المهمة العامة للجيش هي حماية أسوار الوطن وحدود الوطن، ويكون هذا الجيش طبعا بطبيعة الحال يعني ذي معايير مهنية عسكرية معتمدة على الوطن كقيمة، يعني اعتماد على الوطن ودفاع عن الوطن بناء على هذه القيمة. كيف تنظر إلى الجيش الحالي في العراق؟ هل هو قائم على نفس المعايير المهنية العسكرية وعلى نفس القيم؟ للأسف كان الجيش العراقي الباسل قبل احتلال أمريكا العراق كان جيشا وطنيا يتمتع بالحفاظ على سيادة البلد، الدفاع عن سوره، محاربة الأعداء الخارجيين وأيضا الداخليين في التمرد الداخلي الذي هو ضد العراق وضد أبناء الشعب. ولكن للأسف هذا الجيش العراقي الباسل استهدف، وكان هناك مشروع لإنهائه وتدميره، وهذا ما حصل عندما ألغوا وحلوا الجيش العراقي الباسل واستبدلوه بميليشيات. ميليشيات أولا طائفية، كانت نواة هذه الميليشيات الجيش الذي أسس ما بعد الاحتلال هم منظمات كانت تحارب العراق، كانت تصطف مع العدو الإيراني لكي تحارب العراق، كمنظمة بدر وحزب الدعوة وغيرهم من هذه المنظمات التي كانت يفتخرون أنهم قاتلوا مع الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي. الآن هؤلاء هم الذين يقودون الجيش العراقي الحالي، وهم الذين يتحكمون به كيفما شاءوا. هؤلاء تسببوا في دمار للعراق، مدن بأكملها دمرت بسبب هذا الجيش، لأنه أسس على عقيدة طائفية، أسس على أنه يدافع عن الولي الفقيه في إيران، ولا يهمه لا العراق ولا الشعب العراقي، ولا يهمه أن يحافظ على البلد وسور البلد، مع أن الجيش مهمته هو الحفاظ
على البلد من العدو الخارجي وحفظ صوره، أما الآن فهو الخرق الكبير الذي يدخل العدو من خلاله إلى العراق هو الميليشيات التي هي تسيطر على الجيش الحالي. إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر قد تعدى العراق إلى محيطه؟ يعني كما هو معلوم أن الجيش رسم له أو يعني إخراجه عن مساره الوطني، وكذلك حل الجيش العراقي السابق حين قرر الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر تسريح وحل المؤسسة العسكرية كما هو معلوم. هل ترى أن ثمة أثر على المنطقة بناء على ذلك بعد 17 سنة؟ لا شك هذا أمر واضح جدا، أنه قد أشار بيان الهيئة اليوم إلى هذه النقطة المهمة، هو أنه عندما انهار الجيش العراقي أو عفوا حل الجيش العراقي السابق الذي كان هو الذي يدافع عن البوابة الشرقية، أصبحت إيران الآن تتمدد في تسيطر على 4 عواصم عربية بسبب حل الجيش العراقي. الآن سوريا تسيطر عليها إيران، الآن لبنان تسيطر عليها إيران، العراق تسيطر عليها إيران، اليمن تسيطر عليها إيران، كل ذلك بسبب انهيار أو حل الجيش العراقي الذي كان معدله سلفا، لأنه كان جيشا حاميا للوطن، وكان التخادم الأمريكي الإيراني يريد هذه المرحلة التي وصل إليها الوطن العربي أو المحيط العربي لما وصل عليه الآن من التغول الإيراني والسيطرة على مدن عربية، كل ذلك بسبب حل الجيش العراقي وتآمر بعض الدول على هذا الجيش العراقي الباسل الذي كان يحمي البوابة الشرقية. يرى الكثير من المراقبين أن النظام الحالي في العراق يعني دائما ما يصدر يعني من التصريحات ما ترتسم حوله علامات استفهام والكثير من التناقضات. يعني على سبيل المثال، إعلاميون استهجنوا واستغربوا تصريحات أطلقها سياسيون وأطلقها أيضا زعماء ميليشيات، يعني ترحيبا بتأسيس الجيش العراقي في وقت يعني هم من عملوا وشاركوا المحتل الأمريكي في حله. كيف تفسر هذا التناقض؟ هذا ديدنهم طبيعة، عندما يكون الإنسان أو هذه الجهات الميليشياوية هي أتت لتدمير العراق، أتت لتدمير الجيش العراقي، هي تحاول أن تلقي اللوم على غيرها، تحاول أن تخفي وجهها القبيح، وجهها الذي دمر العراق وشعب العراق بحجج واهية لا تنطلي على أحد. هؤلاء هم الذين دمروا الجيش العراقي، هؤلاء هم الذين تعاونوا مع المحتل لإنهاء الجيش العراقي، وقد كانت الخطة مسبقة عندما يسقط النظام أنه أول خطواتهم هو حل الجيش العراقي، وهذا ما حصل، وهذا كله باتفاق مع الأحزاب التي شاركت في احتلال العراق التي الآن هي قد أخذت ثمن هذا الخيانة بأنها تسلمت حكم العراق وتسلطت على رقاب الشعب العراقي. من عمان الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، نشكرك شكرا جزيلا.